السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. نتمنى كنتم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه ديلا كروب. بالنسبه للناس اللي اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا، طبعا ما تنساوش الاشتراك في القناه في البوطونه تحت الكره الحمراء وتفعيل الجرس بيوصلكم ديما الجديد بخصوص هذه القناه هذه. ان شاء الله ما تنساوش تخليونا لايك لهذا الفيديو هذا طبعا الى عجبكم. الحمد لله وصلنا اكثر من 30000 مشترك، هذا بفضل الله وفضلكم. طبعا كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيتوقفوا فينا، والحمد لله حنا القناه ديالنا اي حاجه بغيتيها يعني، سواء في المشاريع يعني الصغرى وخصوصا يعني عالم الطباعه والاشهار اللي هو الدومين ديالنا، طبعا غادي تلقاها في القناه ديالنا ان شاء الله. كما شفتوا اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم واحد القضيه حتى هي مهمه بالنسبه للناس اللي ديجا مافونسيا في الدومين، تقدروا تكونوا اول مره سمعتوها، تقدروا تكونوا يعني سمعتوها وما عارفينش كيفاش كتخدم، اللي هي الفينيل المغناطيسي. الفينيل المغناطيسي اللي هو الفينيل المغناطيسي كيتسمى الفينيل المغناطيسي كما شفتوا معايا في مقدمه ديال الفيديو. هذا الفينيل هذا الاخوان يعني الصراحه ولا حتى هو متطور بزاف، و شنو لافونتاج ديالو؟ لافونتاج ديالو اغلبيه الناس كيخدموه لان كنتوما كتعرفوا الفينيل العادي يعني الى لصق يعني كيزول بواحد الصعوبه وكيخلي لاطراس، كيخلي داك الوسخ ديال الكولا يعني كيكونوا فيه بزاف ديال السلبيات. لكن هذا الفينيل يعني المغناطيسي كيكون عنده صراحه واعر بزاف، وكاين بزاف. انا نزيد لكم قضيه اخرى، كاين بزاف الناس خدامين مع الشركات ديال الاشهار وعندهم طوموبيلات خاصه. الا كان هذا الفينيل المغناطيسي الا كان الفينيل العادي كيكون هو كيسوق داك الطوموبيل يعني في نهار العطله ديالو ولا شي حاجه، كيكون راه الطوموبيل راه باينه من اللين فلان فلاني ماشي بطوموبيل الشركه. ولكن هذا الفينيل المغناطيسي اللي هو عاود خرج من السوق، هذا الفينيل المغناطيسي كي يعني خرجتي من السيرفيس كتحيد البيبليسيتي ديالك كما شفتوا، يعني تساليتي من الخدمه ديالك كتحيد ديك البيبليسيتي وكتولي الطوموبيل عاديه بالصحه والراحه كما شفتوا في الدومين يعني في عالم الطباعه والاشهار. ما بقاش انك ضروري اوبليجي عليك انك تغلف الطوموبيل كامله عاد كتسمى باللي عامل الاشهار. هما صراحه يعني الشركات الكبرى ما كتعملش هذه الطريقه هذه، الشركات الكبرى كتعمل غير واحد اللوغو صغير يا اما في دار الطوموبيل يا اما في الجنب، هذا هو اللي ولا يعني عاطي في السوق. يعني ماشي ضروري انك تغلف طوموبيل كامله، داك لابياج كومبلي بدا كيموت عليه السوق يعني ما بقاش ما كيموت عليه الحوت كما كنقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا، يعني ما كيبقاش عاطي، وخصوصا مع مده كيتكرفس كيبقى يتقلع في الجوانب كما كتعرفوا. ولهذا يعني الفينيل المغناطيسي كيلعب دور كبير حتى هو. وبالنسبه للناس شحال يقولوا لي شحال كيتطبع المترو هذا الفينيل المغناطيسي، الا بغيتي لامبريسيون سيغ على مانيتيك يعني كاين اللي كيخدموا ب 200 درهم للمترو، كاين اللي كيخدموا ب 250 درهم للمترو. داكشي على حساب انت وشنو مع من كتعامل. وتقدر تشري الرولو ديال المغناطيسي، الرولو ديال المغناطيسي تقدر تخدم عليه ديكوب، تقدر تقطعو راسك يعني الرولو المغناطيسي. الصراحه ما عارف شحال كيعمل الرولو المغناطيسي، ولكن الا قلبت عليه سوا في كازا سوا مثلا الناس يجيبوه لكم على برا غادي تعرف الثمن ديالو، ما غاديش يكون غالي بزاف، يقدر يكون واحد 50 درهم 70 درهم للمترو. هذا الى طرخاوي هو يعني فليكسيبل يعني يقدر يتقطع بحالو بحال الفينيل العادي، يعني تقدر تخدمو مثلا لابريسيون بليس ديكوب تقدر تقطعو بيدك يعني ما فيهش المشكل نهائيا لانه كيجي فليكسيبل الاخوان. دونك كما قلت لكم الاخوان يعني تقدر تخدم عليه مثلا ديكوب فينيل ديكوب كما شفتوا معايا في الفيديو يعني في المقدمه ديال الفيديو، يعني شنو تقدر تعمل بهذا الفينيل المغناطيسي. صراحه الاخوان هذا الفينيل المغناطيسي هو اللي عنده المستقبل حاليا، هو اللي يعني كيوليو يخدموا به الناس ديال الشركات الكبرى لان جا فليكسيبل. ومثلا الناس ديال نعطيكم نزيدكم مثال اخر، ناس تعليم السياقه كتكون عنده طوموبيل الا كانت فيها لابياج كيكره حتى يسوقها لان راه فلان فلاني ماشي كما قلت لكم في قبيله، يعني من الاحسن كيفضلوا الفينيل المغناطيسي باش فيما كيسالي السيرفيس ديال الخدمه ديالو كيحيد داك الفينيل المغناطيسي وكتولي الطوموبيل عاديه. دونك الاخوان هذا هو الفينيل المغناطيسي، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه وماشي شي حاجه اللي جديده، راه ديجا كان هذا الفينيل هذا مغناطيسي، ولكن دابا بدا كيفرض راسو في السوق هذا الفينيل المغناطيسي. لان صراحه انا كنفضل الفينيل المغناطيسي على الفينيل العادي بالنسبه للابياج ديال الطوموبيلات، وبالنسبه لشي حاجه الا كنت يعني متردد انني غادي نزولها، كنت غادي نخدمها ندوز ليها واحد المده ونحيدها، اللهم نعمل الفينيل المغناطيسي. وديك الساعه الفينيل المغناطيسي يعني ما كيبقاش صالح غير ديك المده، تقدر تعمل لابياج فوق لابياج، يعني الفينيل المغناطيسي كيبقى صالح، يعني تقدر تخدم به واحد الشكل معين النهار اللي طلع لك في راسك، ماشي بحال الفينيل العادي الا حيدتيه صافي خصك تسيبو. بالعكس الفينيل المغناطيسي تقدر تعمل لامبريسيون فوق منه ولا تقشر داك لامبريسيون اللي فوق منه بالفينيل وتخدمو يعني عادي، تولي تعاود تخدمو تستعملو. يعني الفينيل المغناطيسي ما كيأثرش مع الماء لانه مغناطيسي، لانه يعني كيكون فيه واحد الشكل من الهند يعني كيشبر في الحديد، كما كاين الناس يقولوا لي فين كنحتاجوه، يعني اخوان هذا عنده علاقه غير بالحديد. يعني علاش قالوا مغناطيس؟ المغناطيس كيشبر غير في الحديد، يعني تشبات، يعني تشبه اي تشبات الحديد غادي يشبر فيها الفينيل مانيتيك، على عكس الحيط. الحيط راه ما غاديش يشبر فيها الفينيل مانيتيك ولا شي حاجه ديال الخشب ولا شي حاجه ديال البلاستيك ولا شي حاجه ديال النحاس، هذه راه ما غاديش يشبر فيها الفينيل مانيتيك، لان الفينيل مانيتيك بصفه عامه اولا الفينيل المغناطيسي عنده علاقه يعني بشي حاجه اللي بحال الحديد مثلا. هذا هو ملخص ديال الفينيل مانيتيك الاخوان. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. ان شاء الله ما كانش فيديو طويل لان شرحت فيه غير الفينيل مانيتيك، ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديوهات السابقه ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليها لي في الكومونتير، انا دائما كنجاوب على كلشي ان شاء الله، وكنحاول ما امكن نجاوب على الناس باش كلشي يستافد ان شاء الله. ودائما يعني حنايا في طور مشاريع اخرى ان شاء الله، يعني مشاريع اخرى صغرى اللي يقدر يستافد منها كاع الناس، وما يكونش يعني واحد شويه، لان ماشي كاع الناس عندهم واحد مستوى دراسي معين اللي يقدروا مثلا يخدموا باللوجيسيال ولا يدخلوا لعالم الطباعه والاشهار. ماشي كلشي غادي يقدر يدخل الطباعه والاشهار، وخا كنشوفوا هذا يعني الدومين هذا يعني الناس ولات كتعاطى له بزاف، والناس ولات كطيح السوق على بعضيتها للاسف. ولكن كيبقى كل واحد ورزقه وكل واحد نعطيكم نقطه مهمه الاخوان بالنسبه للناس، يعني بالنسبه للاستوديو ديال الفوتوغرافي راه عاملين واحد النقابه كيعملوا ثمن موحد. يعني الثمن موحد مثلا غادي نصوروا 30 درهم، كلشي غادي يصور ب 30 درهم. حنايا في الطباعه لا، حنايا في الطباعه كما كنقولوا كاينه السيبه، يعني كل واحد بشحال كيحسبها، اللي يحسب 200 درهم، اللي يحسب تقدر ديك البيسه اللي تحسبها ب 200 درهم تقدر تجبرها عند اخر ب 50 درهم. يعني كاين واحد المنافسه، وللاسف ديك المنافسه ماشي دائما كتكون ناجحه. كاين شي واحد كيكون داخل غاب الفلوس، خصو غار دغيا دغيا يجيب الكليان، وهذيك للاسف كيطيح. كما كنقولوا في مثال مغربي طبعا، عز الخدمه تعزك. يعني الخدمه الا ما عطيتيهاش قيمه وما قدرتيهاش راه كون على يقين عاود تعمل فايت. كنعرفوا بزاف الناس راه ديجا خدمت مع واحد السيد، يعني حتى هو كان كيبغي يطيح السوق وهذه، ولكن للاسف السوق ما كيرحمش. يعني السوق كيحتاج الدوام وكيحتاج معامله وكيحتاج الكاليتي. يعني تقدروا تلقاو واحد مثلا واحد منتوج معين كيتباع مثلا في واحد البلاصه بثمن وفي واحد البلاصه اخرى بثمن، ولكن ماشي بنفس الكاليتي الاخوان. هذا هو اللي كاين الاخوان. كان معكم مشمد دهامج مصمم المشاريع. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نهاركم مبروك بالسلامه. خليونا لايك لهذا الفيديو هذا، طلعوا لنا القناه ان شاء الله. للاسف حنايا كما كنقولوا دائما القناه ديال التعليميه ما كطلعش ان شاء الله، حنايا كنعملوا المجهود ديالنا. نهاركم مبروك الاخوان، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.